السلام عليكم ورحمة الله. الفيديو ده هيحل مشكلتكم يا جدعان مع التفعيل. ما بنعرفش نفعل السكريبت، صحابنا بيفعلوا السكريبت وبيعملوا فلوس، واحنا قاعدين بنتفرج على الفيديوهات وبنيجي نفعل السكريبت مش بنعرف نعمل الخطوات الصح. الفيديو ده هنمشي مع بعض خطوة خطوة من الصفر لحد ما نفعل السكريبت ونبدأ ناخد نتائج. اولا انت طبعا لازم تنزل التطبيق اللي احنا هنشتغل عليه، موجود في قناة تليجرام هتلاقيه. نزل التطبيق، ثبت التطبيق على موبايلك بالشكل ده، تبدأ تدخل على التطبيق هيفتح معاك بالشكل ده. برضو احنا عايزين نشغل السكريبت ونعرف نتائج الطيار، تمام؟ هنا بيبدأ يحمل معاك السكريبت، بيديك بقى ايه رأي عملائنا، استنى عليه، هو كده لسه بيفتح، بيحمل معاك كل ده وقت تحميل، سيبه يحمل، وبيحتاج منك نت، بس نت يكون على الاقل متوسط. هنا بنختار المنصة اللي احنا بنستخدمها يا اخوانا، انا بختار منصة وان اكس بت، انا بلعب في وان اكس بت وبلعب لعبة طيارة بس، تمام؟ فهنا بيقول لك اختار السكريبت اللي انت هتشتغل بيه، سكريبت الطيارة اللي فوق ده، تمام؟ اخترنا كده سكريبت الطيارة ومكملين ايه خطواتنا زي ما احنا. هنا بيقول لك اختار الدولة اللي انت منها عشان بناء عليها هيظهر لك وسيلة الدفع. انا طبعا من مصر، مصري وافتخر طبعا. حاليا بيقول لك عندنا نوعين، في باقم 1250 وباقم 1650، خلينا في الاقل 1250. هنا بيقول لك ادفع المبلغ 1250 للرقم ده وارفع لنا سكرين شوت. طبعا انا بتبقى انت مجهز السكرين شوت قبل المعامله، انا طبعا دخلت قبل دي ودفعت، فبالتالي هدخل، معلش انا هشفر الصور عشان فيها حاجات خصوصيه، وهعمل اكتمل ايه تحويل بالشكل ده. طبعا انا خلاص يعني كنت واخد سكرين شوت بالفعل للدفع عشان مطولش عليكم الفيديو، وبيقول لي ايه اكتمل الدفع يرجى الانتظار، اذا كانت معلوماتك صحيحه سيتم التفعيل خلال 5 دقائق. انا في الغالب لما بفعل بياخد معايا ما بين يعني في الحدود يعني ما بين من دقيقه، اهو اتفعل معانا، شايفين اتفعل معانا، بيقول لي القود اللي جاي 2.05. خلينا نشوف فعلا القود اللي جاي كده ولا لا. يعني احيانا بيحصل لجلشه في النت، يعني انا لما اشتركت المره اللي فاتت حصل معايا لجلشه كده وقفلت التطبيق ودخلته تاني كان النتائج تمام مظبوط. خلينا بس نشوف ايه 2.5 من 100، يعني ب 2.5 من 100، اه مظبوط تمام. خلينا لما تيجي تدوس التالي هنا بيديك القود اللي بعدها، تمام؟ لو جيت تضغط التالي دلوقتي زي كده مش هيديك قودات، لان انت كده كده لسه القود دي ما خلصتش. لما القود دي تخلص بتدوس التالي بيديك القود اللي بعدها، 1.10، تمام؟ خلينا ايه تمام 1.10، القود دي خلصت، تقدر تدوس التالي يديك القود اللي ايه اللي بعدها. لو جيت دوست التالي كده مفيش، كانك ما بتدوس، 3.94. طبعا القود دي كويسه كنا نقدر ندخلها، ولكن احنا مش هدفنا اللعب دلوقتي، احنا هدفنا افهمكم ازاي نشغل السكريبت، اوكي؟ فخلينا كده احنا شغلنا السكريبت تمام.